ما تصير كلمتين عندك. خلينا نشوف تقرير مباراة الفتح والعربي، نتابع التقرير من عود. في لقاء الذهاب من الدور الأول لكأس الاتحاد العربي للأندية استضاف العربي الكويتي فريق الفتح السعودي. المباراة تنطلق بضغط كويتي، والدقيقة 22 تشهد خسارة الفتح لمدافعه سيسوكو بعد حصوله على الإنذار الثاني. 3 دقائق تمر والهدف الأول للمستضيف يأتي من رأسية أخفق العويشير في الإمساك بها، و3 دقائق أخرى ويتحصل الفتح على ضربة جزاء، وإلتون جوزي يتقدم ليودع الكرة بقوة هدف تعادل للفتح. الضغط الهجومي يتواصل من العربي الكويتي وينتج عنه خطأ دفاعي في تخليص الكرة، يستفيد منها فهد الرشيدي في تسجيل الهدف الثاني للعربي. 38 تشهد التسديدة من مهاجم العربي فهد الرشيدي تعلن الهدف الثالث وسط ارتباك دفاعي من الفتح. والشوط الثاني يبدأ بتبديلات فتحاوية بغية تعديل النتيجة، وحسين المقهوي يتسبب بركلة جزاء يتقدم لها إلتون مرة أخرى ويودعها شباك العربي بنفس الطريقة، لينتهي لقاء الذهاب ب3 أهداف للعربي الكويتي مقابل 2 للفتح السعودي، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة الإياب في الأحساء. طيب الفتح كابتن؟ والله الفتح اليوم يعني صراحة تركي كان قدامي تلفزيونين صراحة، اليوم لحقت على جزء كبير من مباراة الفتح وحتى على زملاء المحللين، لكن اللي شفته أنا أنه الكابتن الفتح الجبال واللاعبين لاعبي الفتح غامروا بشكل كبير أثناء المباراة. صحيح في طرد مبكر لفريق مدافع الفتح في دقيقة تقريبا 21، إلا أنه نتيجة 1-1 كان يعني بعد ما عدل الفتح النتيجة توقعت بعد 1-1 يكون فريق الفتح يعني أكثر ذكاء في مباراة أنت مطرود وتلعب على على أرض المنافس، يجب أن يكون عندك ذكاء وهدوء، لكن شفت فريق الفتح مندفع متحمس يبغى يسجل، حتى سجل فيه 2 وكادت صراحة النتيجة تصل إلى 5 أهداف، يعني ما توفق لعيبة العربي الكويتي في تسجيل فرص كانت خطرة جدا على مرمى الفتح. الأهم أن النتيجة الآن أقدر أقول لك مطمئنة أنه الفريق بيلعب على أرض فريق الفتح، وأن فريق برضو لاعبي الفتح والكابتن فتح الجبال أكيد بيعدون عدتهم مباراة صعبة جدا، ولكن أتمنى يكون تكون استفادة كبيرة من هذه المباراة بالنسبة للاعبي الفتح. طيب خلينا نشوف فاصل، بعد الفاصل كابتن عبد الله جاهز باللقطات التحكيمية. عبد الله القحطاني يكشف جهل بعض اللاعبين.